يا مرحبا بكم في كوجينة يسرى. وصفتنا لليوم حاجة سامبل وخفيفة وفيسع فيسع تحضر، وخاصة بنينة على الأخر، اللي هي كريم دي سيغلي جوا. تنجم تقوم توا تمشي تحضرها كان عندك شوية شوكولا، تجيب عس كريم تعملها وبنينة وتعديو بها سهري عسل. باهي للوصفة هذه شنو نستحقو؟ المغرفة كيفاش كيلو، زوز مغارف سكر، وتو تراو المغرفة كبرها، نص لتر حليب، نص لتر حليب هذية باش نحطها تسخن شوية على الغاز. باش نستحقو 150 غرام شوكولاتة كيما قلت لكم، باش نستعمل المايسترو، وباش نستعمل معها طبعا شوكولاتة. في بالي المايسترو توزن 100 غرام طلعت 90، واللي تزيد معها شوية شوكولاتة مع الطابع اللي قلنا يوزن ما بين 50 و 51 غرام شوكولاتة. الشانتيه، الكريم شانتيه هذية ماهيش معناتها اوبليغاتوار، اذا كنت تحب انت معناتها تزينها وتعملها كزينة من الفوق لبنينة تنجم تستعمل 20 غرام من شاي. يفرق انك وقت اللي وحده تقول لي مثلا اعطيني لكيل بالمغرفه، معناتها انا ما نعرفش اسكو عندك مغرفه كبيره هذه تفرق، ولا مغرفه اقل منها. بطبيعه هذه عندها دور كبير باش انك تخليك الحاجه مثلا تنجم تغلط فيها. باهي بالنسبه لي نحن توا احنا حاجتنا باش نعملوا لي جوا، حاجتنا ب 20 غرام من شاي. انا باش ناخذ، سامحوني خنعدل سيسا، باش ناخذ المغرفه هذه باش نستعملها اللي هي العاديه اللي الناس الكل تاكل بها. باش نمشي للنشا، انا باش ناخذ مثلا مقبه هكايا، شفتوها هكا انا خديتها مقبه هكايا. باش نمشي توا نشوف اسكو هذيك تعطي 20 غرام ولا لا. باهي بالنسبه لي حطينا هكايا المقبه هذيك عطاتني 15 غرام. شفتوا معناتها ال 20 غرام باش نعمل مغرفه كامله مقبه، وباش نعمل نصها هكايا نص هدايا باش نزيدو باش تعطيني ال 20 غرام نتاعي. هاك بالضبط عطاتني 20 غرام بالضبط، يعني انا باش نستعمل لي جوا 20 غرام من شاي، لقيت روحي نستعمل في مغرفه كبيره مقبه. بالنسبه لي يسالوا اللي تبع الشوكولاته نتاع الشوكولاته هذيا قداش يوزن. انا تو باش ناخذ طابع هاو باش نحطو الطابع هذاك يا سيدي، يوزن 51 غرام. انا للي جوا حاجتي ب 150 غرام شوكولاته. شنو باش نعمل؟ انا نحب مايسترو بصراحه، شكرا واخ، نحب نستعملها ونعمل 100 غرام نتاعها، هي الوزن نتاعها هي، نزيدو للطابع هذاك الشوكولاته اللي انا حطيته. تنجم انت مثلا ما عندك شوكولا هكايا معناتها مايسترو، ولا قاعده في الدار تو ما عندك حتى شيء، تنجم تاخذ ثلاثه طوابع من هذوما وتستعملهم للي يجوا. قولي يسرى امان، النص لتر حليب قداش نجم نكيلها بالكاس؟ باهي انا هذا بسم الله الرحمن الرحيم خذيت زوز كيسين كيف كيف، هذا الكاس الاول وهذايا الكاس الثاني، وفضل شوية حليب النجم هكايا معناتها يولي زوز كيسان معبين للفم تو سامبلومون. الكيسان العاديين بتاع القهوة متاعنا خربتها وبزعت الحليب الحليب في كسرونة أخرى، تحط الحليب متاعك ولا في نفس الكسرونة كيما تحب. حطيت توا أكل زوز مغارف سكر، توا باش نحط النشا متاعي ال 20 غرام نشا اللي وريتهم لكم، وتوا باش نقعد نحرك فيهم ونحلهم في وسطك الحليب هذاك الزيت، حتى اللي يتحرك في الشيء نتاعكم هذاك في الحليب مليح مليح، أو في الحليب يخرج البخار من الدافي، تحطوا الشوكولاتة نتاعكم وتقعدوا تحركوا فيها حتى لين تذوب. وقت اللي تذوب تهزوها على النار وتقعدوا تحركوا حتى لين تعقد كيما الكريمة العادية، ما تيبسوهاش ياسر، تخليوها شوية هكا اونكتيوز، باش وقت اللي حتى لين تبرد من بعد تقعد لكم هكي كترية وكريمة. توا على الغاز قاعدة تطيب، علاش قلت لكم أنا دو بريفيرونس تاخذوا شوكولا دو كاليتي؟ على خاطر وقت اللي تحطها جوج في الحليب سخون تسع تسع مرة حلتين ثلاثة تلقاها بيبت، باغ كونطخ الشوكولا الأخرى طويبة يحب لها شوية وسع بال. مثلا إذا أنت عملت شوكولا طويبة وهي الكو نتاعها فاعد معناتها ما عندهاش حاجة بينا معناتها في الكو، أنا ننصحك أنك تاخذ مغرفة نسكافيه وساشي ولا زوز ساشيات صغار وتحطهم معاها، تعطيك زادة بنة وكو بنين على الأخر، معناتها للي يحب القهوة وللي مثلا باش يستعملها كشوكولا طويبة يحط ثلاثة طويبة. بعد ما نكمل نطيبها نوريكم التكستور نتاعها كيفاش، وممكن نصبها في الليفيري نوريكم الديكوراسيون. وخبطتها من على الغاز هيك تقعد هكيك، هي لازمها تقعد هكا، شوفوا كيفاش معناتها ما تجمدش، شوفوا كيفاش التكستور نتاعها، باش من بعد كي تبرد لكم في الفريجيدير تقعد كريمه باهيه على الاخر. ما تكثروش من الشاي، رد بالكم ما تفوتوش الجرام اللي حطيته لكم انا، وكي باش ما توليش من بعد يابسه وما تجيكمش اونكتيوز كيما انا نحب عليها وكيما لازمها التكستور تكون، معناتها التزموا بالمقادير وما تيبسهاش على الاخر وخليها كيما هكايا، تشوفوا من بعد كي تبرد كيفاش تجيكم طريه وتهب.
تهبل تهبل ما نحكي لكمش كيفاش. وصدقوني تولي ما عادش تشري واللي يجوا من برا. هذه توا كيفاش معناتها من بعد ما زينتها تزينها بالكريم شونتي وقت اللي تبرد باش ما تذوبش الكريم شونتي وتجيكم بلينا. كان ما عندكش كريم شونتي تنجم تعملها بلاش وتنجم جوست تحط عليها اي حاجه تحب عليها انت من الفوق. وكان عجبتك الرسيت وجربتها ما تنساش تكتب لي في التعليق وتعطيني رايك فيها وما تنساش تعملك لايك وابوني كان مزيد جديدة في القناة.